مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الاهلي بيلعب ايسترن كامباني. قبل المباراه ممكن يكون يعني توقعاتك ايه لشكل الماتش، خيالك ممكن يقول لك ايه، المفاجاه تبقى ايه، لو الاهلي كسب تبقى مفاجاه، لو الاهلي خسر تبقى مفاجاه، ولو حصل تعادل تبقى مفاجاه، لو ايسترن افضل تبقى مفاجاه، يعني المفاجاه تبقى عامله ازاي لما تقول الاهلي قبل الماتش بيلعب ايسترن. طبيعي كل التوقعات وكل الافكار هتروح ناحيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى عامل زي الراجل اللي فلس، يعني راجل كان معاه فلوس كتير وكان راجل يعني مبسوط كده وسط الناس، وراجل يعني ماشي يقول لي يا ارض تهدم عليك ادي، وفجاه فلس بقى ماشي، الناس بتمصمص شفايفها وهو ماشي. الاهلي بقى عامل كده مع سوارش، الاهلي بقى عامل كده، وانا قصد اقول مع سوارش، انا بقيت قلقان النهارده بصراحه لما الدقيقه جت 60 قلت يا نهار اسود هو فين ميكيسوني؟ معقول؟ يعني معقول سوارش تنازل عن وجهه نظره العظيمه في الدفع دائما بميكيسوني؟ طب اقول لكم على حاجه؟ والله انا قاري خبر النهارده مش فاكر في صدى البلد ولا فين، نسيت اديه للشباب يعني. بيقول ازمه بين الاهلي وشركة الكورة أو إدارة التخطيط أو الناس المعنيين يعني بإدارة كرة القدم في النادي الأهلي بسبب ميكيسوني. الخبر بيقول إيه؟ إن سوارش شايف إن ميكيسوني يستحق فرصة وما يمشيش في الصيف ده، وشركة الكورة متصور إن الأزمة إن الناس قاعدة بتشد في شعورها من الفكرة بتاعت سوارش. كل حاجة بيعملها المدرب ده غريبة، كل حاجة بيعملها المدرب ده عجيبة. هتقول لي بيلعب بالشباب بيلعب بالناشئين، مش مقتنع، انا مش مقتنع. الاهلي مفلس، الرجل الغني الذي افلسه. مستني بقى خاله اللي في البرازيل اللي هو هيموت عشان يورث تاني ويرجع يختلي تاني، اللي هو اللعيبة اللي المفترض ادارة الاهلي هتجيبهم بعد نهاية الموسم ده اللي بقى فيه 10 12 يوم. الاهلي النهارده بيخرج رسميا بالمنافسه على بطوله الدوري رسميا، يعني حتى الراجل الناس حلته من النتائج وحلته من اللقب، لكن على الاقل نافس يا اخي، يعني ادي الجمهور على الاقل ايحاء كده ان الاهلي بيناوش من بعيد. الناس قاعده تقول بقالنا يومين الزمالك عنده ماتش صعب قدام فاركو، او الناس بتحاول تخلق منافسه على اللقب بتاع الدوري المصري. ما تسيبش الزمالك مبرطع كده لوحده، الناس دي فكرتها يعني. فقاعدين يقولوا الزمالك قدام فاركو، وفاركو فريق غلس وبيدافع، والراجل نونو بتاعهم ده المدرب بيقفل الماتش، فعلى الاقل هيخطف نقطه من الزمالك ده، ان ما كانش هيكسب ان ما كانش هيعمل هجمه مرتده، اصله فاهم كويس جدا فيريرا كان المساعد بتاعه، كلام كتير جدا بيتقال في السكه دي، محاوله لاشعار الناس ان ممكن الزمالك يتعثر في الاهلي يظهر كده ان في منافسه يعني. فالاهلي قام مسلم ماتش، يبان ان الاهلي بيهاجم، يبان كده، عارف اما حد يخش يهمبك عليك بكلمتين فتيجي تقول له طب يلا نشتغل تلاقيه فاضي وابيض يا ورد. الاهلي عامل كده، الراجل عمال يهمبك، فرقه عماله تهمبك، لكن في الاصل مفيش اي حاجه، لا في ضغط ولا في تكتيك ولا في تحس ان في جمله واضحه، ولا حتى تغييراته عجيبه يا راجل. محمد محمود اكتر لعيب في الملعب تحس انه هو عنده لمسه، تحس انه ممكن يعمل حاجه، يقوم سحبه ومنزل ميكيسوني. انا بقيت قلقان ميكيسوني لو ما نزلش كنت احس ان في حاجه غلط مش مظبوطه في الاهلي بصراحه يعني. يعني هو لازم انت تبقى وحش ولازم تبقى سايء ولازم تبقى متراجع المستوى عشان خاطر سوارش يرضى عليك ويسيبك في الملعب، انما اول ما محمد محمود بيدي وكويس وتحس كده ان فيه في لعبه شكل تاني، ريحه الاهلي حتى لو من بعيد، عاقبه امسحبه. بتلعب كويس يا ابني؟ يلا. انما تخليك زي حسام حسن كده ضيع، او تبقى اناني، ده في كره لحسام حسن رايح هو والجون وقطع ناحيه الشمال لو لعبها بالعرض جول. كمل وشاط عادي مفيش مشكله يعني. عايز يدي تعليمات لكريم فؤاد ولا ميدو نبيل باين ولا اعرفش ايه، جاب كريم فؤاد اداله ورقه قد كده، حد يعمل كده، قعد يرسم له عليها
وقام كاتب له على الورقه تحرك ولا ايه الميدو نبيل ولا عرفش لمين. نزل اوريني كده الفيديو ده كده عشان كان لطيف جدا. واصورش اصل هو اما يجي يديك بقى حاجه جديده يديك حاجه جديده بعيده عن الفنيات، يعني حاجه ما تفتش النادي الاهلي. احنا نقعد نعلق ونضحك ونهزر يعني دي تتاخد لقطه كده هزار. بص انا فاكر ان هو بيدي تعليمات لكريم فؤاد، اتاري بيدي جايب كريم عشان يقول له ميدو نبيل يعني. طب ما تنده ميدو، يعني ايه اللي يخليك تنده كريم فؤاد طالما انت قاصد ميدو نبيل بالموضوع؟ ما تنده ميدو. فدى الواد الورقه قاعد يجري كريم فؤاد، فوجئنا انه راح لميدو نبيل. يعني الراجل قاعد يتكلم معاه سوارش 30 ثانيه، لكن هو التاني راح لميدو نبيل في ثانيتين قال له معرفش تك تك، وقام واخد الورقه حاططها في الشورت بتاعه. ورقه كبيره جدا قد كده، وفي حد بيعمل كده يا جماعه؟ ده راجل فاضي والله العظيم، ده راجل فاضي. وانا بقول لكم اهو، انا قلت لكم قبل كده من كام يوم ان الاهلي بصوا اهو حط الورقه بورقه كبيره من طب يطبقها مش عارف، خايف يرميها في الملعب حد يوطي ياخدها يقول لك وكشف معرفش ايه ويتعاقب. بص بيحطها في جيبه بيكمرها في جيبه، الواد مش عارف يعمل ايه مش عارف. وانا بقول لكم قلت لكم من يومين ان حصل محادثات مع موسيماني، والاهلي مش عاجبه ان موسيماني قال ان انا بفكر، سيبوني افكر مش عاجبك وسيبك من ده. بس الاهلي دلوقتي فعلا بيبحث عن مدير فني جديد، والتقييم مش بس للاعيبه لنهايه الموسم. الاهلي لما قال هلعب بالشباب او بالناشئين او العائدين من الاصابه او بعض اللاعبين، كل دول بيتقيموا بيتغربلوا دخلوا المصفى. وانا لو قلت النهارده الناس دي كلها اللي دخلت المصفى، التشكيل بتاع النهارده ده كله، مين اللي ممكن يقعد ومين اللي ممكن يمشي؟ انا بقول لكم 2-3 في التشكيله دي كلها.